اعتبر هذا في نفسك إذا أخذت يوما كتابا من كتب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأته، ما الذي يتحرك في قلبك؟ كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، وما أن يراه ويرى كرمه ومعاملته ولطفه وحسن عشرته ونبيل أخلاقه إلا ويتحول من لحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا يحدث لمن يقرأ السيرة، هذا يحدث لمن يقرأ السيرة، من يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي معها في حياته تجدها أنها تؤثر فيه هذا التأثير. ومن المؤسف أن جانب السيرة تعطل عند بعض الناس إلا في مواسم معينة محدثة، يأتي ويقرأ في مثلا ما يسمى بالمولد أو بالإسراء، يوم في السنة أو يومين أو ثلاثة يجتمعون جماعة ويقرؤون ثم تعطل السيرة، ليس هذا المطلوب وليس هو هذا الصراط المستقيم. المسلم يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه حياته كلها. أيضا اعتبر هذا عندما تقرأ سيرة الصالحين، إذا قرأت سيرة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وسائر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، إذا قرأت تلك السيرة العطرة أي شيء يتحرك في قلبك؟ يقول القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، يجلو الفؤاد الصادي. إذا نظرت في سير هؤلاء الخيرة الكرام المشهود لهم بالخيرية تحرك في قلبك حبهم، وإذا تحرك الحب تحرك في قلبك الاتساء والاقتداء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.